ترى أساس عيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في الأردن القداس الإلهي في كنيسة رقاد والدة الإله بمحافظة مادبة بمعاونة لفيف من الآباء الكهنة وبمشاركة جوقة الرعية وحضور جموع من أبناء الكنيسة في المحافظة. وبعد قراءة الرسالة والإنجيل المقدس وتقديس الذبيحة ألقى سيادته عظة القداس التي تحدث فيها عن الرحمة والمحبة التي علمنا إياها المخلص الأعظم الرب يسوع. عشان هيك إنجيل اليوم كيف بيحكي لنا؟ بيحكي لنا إذا بدك تحب اللي بحبك شو المنفعة اللي أنت عملتها؟ شو عملت إشي أنت؟ والخطأ والأشرار بحبوا اللي بحبوهم، بيقرضوا للي بيقرضوا لهم، بيحسنوا للي بيحسنوا إليهم. معناته بيع وشراء، بيع وشراء. تعطيني بعطيك، بتحبني بحبك، ما بتحكي معي ما بحكي معك، بتخاصمني بخاصمك. هاد كله ايش هو؟ هو ناموس العهد القديم، العين بالعين والسن بالسن. اما انا فاقول لكم ايش؟ احبوا بعضكم بعض كيف؟ كما احببتكم انا، حكى المسيح. وضع لنا معيار للمحبة. اني محبة يا ربنا؟ كيف بدي احب عدوي؟ كيف ما بدي اكره عدوي؟ كيف بتوصيني اني احبه؟ نعم بوصيك لاني انا هيك احببتك. حبوا بعضكم البعض كما انا احببتكم. المسيح وين فرجانا محبته الكاملة؟ بتجسده، انه الاله اصبح انسان، الخالق لبس صورة المخلوق. هاي محبة. وما اكتفى هيك انه هالقد يحبنا حتى يصير زينا، ولكن انه اقتبل الموت على الصليب، موت العار على الصليب، لانه احبنا. عشان هيك حكى زي ما احببتكم انا حبوا بعضكم بعض. يعني زي ما انا حبيتكم على الصليب هيك حبوا بعضكم البعض. يعني محبتنا لبعضنا البعض فيها صليب، فيها موت، وفيها قيامة. وبعد العظة سلم سيادته المهام الرعائية لقدس الأرشمندريت رفائيل الذي عين مؤخرا وكيلا بطريركيا في محافظة مادبة، حيث أثنى سيادته على دور الأرشمندريت رفائيل في خدمته المميزة والمليئة بالعطاء والمحبة. وفي الختام توجه الجميع لقاعة الكنيسة لينالوا البركة من سيادة المطران ويقدموا التهاني للأرشمندريت رفائيل في أجواء سادتها المحبة والبهجة.